صورة من بسم الله ما شاء الله، عينها صورة بالألوان تضحك ضحكة كمان. يا ربي احفظك من العين، قولوا آمين. معرض فني تشكيلي باسم شخبطة. المعرض مكون من 50 لوحة، بيحتوي على العديد والمختلف من الأساليب الفنية. عندنا تجريدي وتعبيري ورمزي وتأثيري وواقعي. المعرض كل التكنيك المستخدم فيه ألوان الأكليريك على الكانفاس بمقاسات مختلفة للوحات. المعرض شامل فكرة الحياة والتعبير عن الحياة اليومية، الإنسان انفعالاته وحياته جهاده وعمله وشغله انكساره وهدفه وأمله، كل حاجة بتوجهنا في الحياة. نقدر نقول إن المعرض بيتكلم عن حياة الإنسان بشكل عام. في رسائل معينة في اللوحات؟ جدا. كل لوحة من دول قصة وحدوتة، كل لوحة من دول فكرة، كل لوحة من دول حالة حياتية بنعيشها كل يوم. في حاجات بنحارب بيها سلوكيات خاطئة في المجتمع، في حاجات بننمي فيها فكر جديد في الأطفال والنشء والشباب، في حاجات بنحارب فيها فكر رجعي وآثار سلبية من قديمة أثرت على المجتمع لحد دلوقتي. بنحارب فيها كمان افكار جديده متطرقه وداخله علينا مش تبع مجتمعنا ولا تبع نشأنا ولا تبع سلوكنا. بندي امل في لوحات كثيره جدا فيها امل وفي حياه لسه، واوعى حد يفقد امله في حياته، بالعكس اجتهد واسعى وانجح وربنا هيكون معاك. وطبعا لازم مش هنكر ان انا المراه ليها عامل كبير جدا في لوحاتي. العرض كان جميل، اللوحات كانت تنسيقها مناسب للناس، الكومنتس اللي جت على اللوحات وعلى الشغل كانت مبهرة. ضيوف الشرف لما دخلوا انبهروا بالفكر الفلسفي اللي جوه كل لوحة. كل لوحة مش مجرد لون بس خلاص ومحطوط، كل لوحة بتحكي قصة. فلما انت بتيجي تشرح لهم القصة دي بينبهروا ان الخط ده معناه كده، واو ده احنا بقى فنانين او احنا عبقرة قدرنا نوصل الشخبطة ان هي عبارة عن اسلوب حياة وفكر وتعبير. تقدر تشوف اي لوحة تفهم الفنان ده جوه ايه. يعني احنا الفنانين التشكيليين قدام بعض مفضوحين، لوحتي هو قاريها، عارف شعوري، عارف فكري، عارف احساسي. فانا عايزة كل الناس توصل لنفس المرحلة دي، يشوف اللوحة يفهم ان انا مستخدمها الاحمر، يبقى انا بعبر عن حاجة من الاتنين، يا الحب يا الحرب. اللوحة هتقول له الكلام ده، هتكمل معاه وهتحكي معاه. مبسوط معاكم النهارده جدا بجد، معرض تحفة، معرض شخبطة. بشكر الفنانة داليا ناجح على الحاجات اللي هي مقدمها لنا النهارده. من اكتر الحاجات اللي معمولة، الطابلوات اللي معمولة اللي شدتني الطابلو ده. انا خدت فكرة كده عنه قبل ما يعني هي تشرحه، والفكرة كانت قريبة، فكرة الانسان المنفوخ على الفاضي. وان حتة ان الثقافة كلها تحت رجليه مش فارق معاها حاجة. بجد الصورة دي عجبتني جدا، لان ده نموذج موجود فعلا في المجتمع، بس هي شبهته بطريقة مختلفة، طريقة شكلها كويس جدا، شرحت كل حاجة ممكن الانسان يقولها مثلا في كلام كتير في طابلو صغير كده شكله شيك. فرحانة برشا 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 لان موجودة اليوم في المعرض بتاع داليا ناجح شخبطة. حبيت برشا يعني الصور، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات حلوة جدا، والصور كلها بتعبر على احساس فنانة عن جد، يعني مشاعر متلخبطة وحاجات اصلا ما يقدرش يفهمها الا الانسان اللي يعني من جواته فنان وانسان حساس. طبعا اول حاجة انا مبسوط جدا ان انا موجود في قلب المعرض مع الفنانة الجميلة طبعا داليا ناجح. يمكن انا حتى لما لفيت كده النهارده في زياره رجعت لذكريات قديمه كويسه طبعا في مجال الفن التشكيلي ايام الجامعه طبعا، والمشوار الجميل اللي انا مشيت فيه قبل مجال التمثيل. فطبعا لوح كلها ليها معنى، وكل حاجه وكل خط بيبقى موجود طبعا بيبقى ليه حاجه هدف ان احنا عايز نوصله من خلال رساله قويه جدا من خلال الفن. ان شاء الله بتمنى لها القادم افضل واحسن ان شاء الله، ويكون معرض شخبطه دايما منور الدنيا كلها. طبعا احنا في معرض شخبطه للفنانه داليا ناجح. طبعا اسم المعرض لوحده
جميل جدا. وطبعا انا شفت المعرض يعني الحمد لله، لوحاتها جميله جدا وكل لوحه لها اسلوب وتكنيك مختلف عن الثاني. طبعا المعرض نجح جدا وهي تعبت جدا بامانه في المعرض دوت، والحمد لله ربنا كفاية ان انت شفت حضرتك النجاح والجمهور اللي جه، وهي تستاهل كل خير ان شاء الله، ونتمنى لها الوصول العالميه باذن الله قريب جدا يعني. في الحقيقه انا سعيد جدا بدعوه كريمه من الفنانه التشكيليه داليا ناجح ان احضر معرض شخبطه بالفن التشكيلي واللوح والرسومات، لاني ملهم جدا بالفن التشكيلي وبالرسومات. يمكن انا يعني موهبتي الحقيقيه في التمثيل، لكن جنب التمثيل بحب ارسم وبحب اشخبط، لان الشخبطه ممكن فعلا تبقى فيها علاج نفسي او بتطلع جواك مشاعر واحاسيس انت ما انتش قادر تعبر عنها بالكلام تجاه اي حد، ممكن تعبر عنها بلوحه او بلون او بتكوين او بشكل انت حاسه او شايفه. يعني شايف ان داليا الوانها قويه جدا وساخنه جدا وبترمز رموز جميله، انا استفدت منها على المستوى المهني، لان يمكن بجهز لشخصيه عزيز مصر، بعمل دور كاهن، وفي لوحه تقريبا هناك ادتني احاء بالجو